بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنكمل في الجزء الثاني من المحاضرة الـ Antibody Identification. الجزء الأول كان بيتكلم على الـ Single Antibody. إن شاء الله النهاردة الجزء الثاني سيتكلم عن الـ Multiple Antibody. لو موجود في العين عندنا Multiple Antibody إزاي نعمل له Identification، أو الوسائل اللي بنستخدمها في الـ Identification، ولو موجود Auto Antibody نتعامل مع الانتيبادي ايدنتيفيكيشن ازاي. لو هنبتدي بالمالتيبل انتيبادي، ليه المالتيبل انتيبوديز بتبقى فيها مور تشالنج عن السنجل انتيبادي؟ اول حاجه ان السنجل انتيبادي احنا قلنا انه غالبا لما يكون 1 جريد بيبقى فيه غالبا بيبقى سنجل انتيبادي، يعني لو كل الرياكشن في الانتيبادي ايدنتيفيكيشن جريد 2 يبقى غالبا ده 1 انتيبادي مثلا، غالبا في الاغلب. انما عندنا في مالتيبل انتيبادي بيبقى في جريد 2 جريد 3 احيانا جريد 4 احيانا جريد 1 موجودين كلهم، يعني اكتر من جريد موجود في الريزلت بتاعت الانتيبادي بتاعت البانل. دي واحده. تاني حاجه ان الرول اوف 3 اللي احنا قلنا عليها في الماتشنج باتل بتبقى مش ابليكابل، او مش لا استطيع ان اطبقها في البانل على الريزلت بتاعت البانل. معرفش مش قادر اطبقها بالظبط، وبالتالي انا محتاج عشان اثبت ان في اكتر من انتي بودي موجود محتاج ان انا استخدم وسائل اخرى زي اللي هنقولها ان شاء الله دلوقتي. طيب ايه الوسائل الاخرى اللي عندي ان انا ممكن استخدمها غير غير البانل؟ عندي زي ما انتم شايفين ممكن سيلكت سيل استخدمها، ممكن نيوتراليزيشن، ممكن الادسوربشن، ممكن الكيميكال تريتمنت زي البروتيوليتيك انزيم وسلفر دايريجنت. طيب نيجي ناخدهم واحده واحده من الوسائل الاخرى اللي عندنا. طبعا احنا قلنا في الانتربريتيشن اوف ذا بانل عندنا ثلاث اشياء مهمين جدا. اول حاجه بنعمل رول اوت of the cross out or roll out of the antibodies that not react with the result. تاني واحدة ان احنا بنعمل circle the antigen that not yet rolled out، بعدين بن look for the pattern of reaction. بالاضافة لكل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي في الانتربريتيشن بانل، عندي وسائل اخرى زي اللي قلنا عليهم، اللي هم منهم selected cell. سيلكت السيل دي بتبقى انا مثلا نفرض ان انا عندي اثنين انتي بوديز، واحد انطبقت عليه الرول اوف 3 والتاني ما انطبقش عليه الرول اوف 3، وبالتالي انا مش قادر لا اجزم هو موجود او مش موجود، وبالتالي فاضطر بروح اجيب سيلكت السيل. ايه هي سيلكت السيل؟ السيلكت السيل بتبقى 1 سيل مثلا، لو انا عندي 3 انتي بوديز بيبقى 1 سيل منهم بوزيتيف ل 1 انتي بودي ونيجاتيف للاثنين انتي بودي، والانذر سيل تبقى لواحده منهم برضو ايضا انذر واحده يعني، واثنين انتي بوديز بتبقى نيجاتيف. كل واحده كده ان يعني كل واحده بتبقى بوزيتيف للانتي بودي واحد ونيجاتيف للاذر انتي بوديز الموجودين معايا في الاحتمالات زي ما هنشوف ان شاء الله. طب انا بجيبها منين اصلا السكرين سيل دي؟ ممكن اجيبها من انذر بانل من شركه ثانيه او من لوت نمبر ثاني، او ممكن حتى اخدها من السكريننج سيلز. طيب بيبقى عددهم مطابق لعدد الانتي بوديز اللي هم عندي كويريز، يعني انا عندي 3 انتي بوديز كويريز مثلا يبقى لازم اجيب 3 سيلز كويريز. طيب لو قلنا مثلا عندنا مثلا في مثال ان احنا عندنا 3 انتي بوديز موجودين عندنا، الثلاثه انتي بوديز دول لا قادر مش قادر اجزم وجودهم في البانل عندي البرايمري بانل اللي انا عملته، وبالتالي محتاج ان انا اكمل شغل فيه. منهم زي مين مثلا؟ زي الانتي اس بيج اس والانتي جي كي اي والانتي بي 1 ده على سبيل المثال. فبقوم جايب سيلكتد سيلز، بقوم مثلا مختار من بانل تاني عندي خالص سيل نمبر 1 سيل نمبر 5 سيل نمبر 8. السيل نمبر 1 من البانل طبعا دي ارقام مثال بس مش اكتر. سيل نمبر 1 مثلا بانل عندي كانت اخترتها انها تكون بوزيتيف للبيج اس ونيجاتيف للاثنين انتي بوز اللي عندي، والسيل الثانيه بالنسبه لي اخترتها بوزيتيف للانتي بودي الثاني جي كي اي انتي جي كي اي ونيجاتيف للاثنين الثانيين للبيج اس والبي 1.
السن الاخر السيل الثالثه اللي عندي، لان انا عندي ثلاثه انتي بوديز فانا جايب ثلاثه سيلز. السيل الثالثه اللي عندي بتبقى بوزيتيف لي البي 1 انشن ونيجاتيف لي البيج اس والجي كي. طيب وفعلت كله، فعلت البلازما مع الثلاثه دول، اداني رياكشن مع السيل الاولانيه والسيل الثانيه، واداني نيجاتيف مع السيل الثالثه. كده اثبت لي انه فعلا الانتي اس موجود 100% موجود، لان السيل اصلا رقم واحد دي كانت، طبعا انا بفعل البلازما سيبريتلي مع كل سيل لوحدها، بس بفعل البلازما مع السيل نمبر 1 والسيل نمبر 5 والسيل نمبر 8. كده قال لي ان السيل نمبر 1 اللي كان عليها الانتي اس بس لوحدها فعلا ادتني بوزيتيف، كده اثبت لي وجود الانتي اس. والسيل نمبر 5 اللي عليها الانتي اللي عليها جي كي اي انشن فعلا اداني بوزيتيف، يبقى كده برضه اثبت لي وجود الانتي جي كي اي. السيل نمبر 8 اللي كان عليها البي 1 لا، هنا اثبت لي عدم وجود البي لانه اداني نيجاتيف، وبالتالي طلع لي البي 1 من الاحتمالات اللي عندي. يبقى كده ايه، اتبقى عندي بالظبط اثنين احتمالين فقط، وهم عندي او اكد لي وجود الاثنين، وهم الانتي بيج اس والانتي جي كي اي عندي. طيب النوتراليزيشن، النوتراليزيشن على الرغم ان هو قليلا ما بيستخدم الا ان انا بحتاجه احيانا. هو فكرته ايه؟ فكرته طيب لو انا عندي، لو انا مثلا شاكك انه الميديا اللي عندي دي فيها انتي، نفرض انتي لويس اي مثلا، انتي لويس اي، وحطيت ماده وكانت الانتي لويس اي يعني كان مع الريزلت كان مديني بوزيتيف، بس مش قادر اجزم برضو، مش قادر، مش مديني الباترن اوف رياكشن، مش مديني، مش منطبق عليه الرول اوف 3. طيب لو انا حطيت، رغم ان كانت السيل مثلا نمبر 1 كانت السيل فيها بوزيتيف، لو انا حطيت عليها ماده تعمل لها نيوتراليزيشن وعدت التست تاني، السيل اللي كانت مدياني بوزيتيف اصبحت مدياني نيجاتيف، كده تجزم ان فعلا الانتي لويس اي كان موجود عندي. تاني لو انا عندي مثلا نفرض انتي دي، شاكك انا ان البيشنت ده عنده انتي دي. طيب الانتي دي عندي مش مديني رول اوف 3، مش مديني باترن اوف رول اوف 3، مديني مثلا واحد سيل بوزيتيف والباقي نيجاتيف، مش قادر ينطبق عليه. فقمت انا من ضمن الحاجات اللي بعمل بيها كونفيرميشن بريزنس اوف انتي دي، قمت انا هي كانت مدياني بوزيتيف سيل نمبر 1، قمت انا جايب ماده حطيت الماده دي انا عارف انها بتكسر لي الدي انشن اللي موجود، وقعدت التفاعل تاني، السيل نمبر 1 دي ادتني نيجاتيف، كده يثبت لي انها كانت موجوده، ان الانتي دي فعلا كانت موجوده في الميديا، رغم ان ما فيش اصلا للانتي دي نيوتراليزيشن ماتيريال، ان ده مثال بس مش اكتر من كده. في الاغلب الماتيريال اللي انا بستخدمها في النيوتراليزيشن دي بتعمل نيوتراليزيشن للكولد انتي بودي، وبالتالي لو ان انا عندي كولد انتي بودي موجود في الميديا بالاضافه للورم انتي بودي الاي جي جي، فدي ممكن بتعمل لها نيوتراليزيشن للكولد انتي بودي، وبالتالي بتطلعه بره الميديا خالص. النيوتراليزيشن سبستانس اللي ممكن استخدمها اللي بتعمل نيوتراليزيشن للبي 1 زي الفلويد اللي جاي من الهايديت سيست، اللوس اي واللوس بي زي السولبل انشن موجود في البلازما والسلايفا، الاي موجود في البريست ميل، الاس تي اي موجوده في الهيومن او الجينيا بيج يورين. طيب تاني حاجة عندي، احنا قلنا أول حاجة السلكت السيل، تاني حاجة النيوتراليزيشن، تالت حاجة عندي الانزيم. والانزيم ده بيستخدم كتير، وفي حاجات ريدي ميد اوريدي، البانلز بعض البانلز بتبقى انزيم تريتد اوريدي، بتبقى جاية من الشركة، شركة اعتقد شركة بيوراد عندها بانل جاهز انزيم ده بانل. عموما البانل اللي بيستخدم، البانل بفكرته انه ممكن يعمل لي ديستروينج لبعض الانشن، او ممكن يعمل انهانسمنت لبعض الانشن الاخرى. اكتر اشهر انشن بيستخدم عندي هو الفايسين والبابين والبروميلين. عندي الانزيم بروسيدور ممكن يا اما تكون 1 ستيب او 2 ستيب. 1 ستيب يعني انا بحط البلازما والسيل والانزيم عليهم. 2 ستيب لا، بعالج الاول السيل بالانزيم بعد كده بحط البلازما عليه. طيب الانزيم بيعمل لي ايه؟ الانزيم بيعمل لي ريموفينج للسيليك اسيد فروم الار بي سي ميمبرين، thus destroying it and allowing other انشن to be enhanced. اوكي، بتشيل السيليك اسيد، وبالتالي بعض الانشن بيحصل لها انهانسمنت، وبعض الانشن اللي بتتاثر بالسيليك اسيد بيحصل لها ديستروينج.
الانشن اللي بيحصل لها ديسترويد دي مهم جدا ان احنا نعرفهم، الام والان والبيج اس ونضاف ايه ونضاف بي. الانشن اللي بيحصل لها انهانسمنت زي الاي بي او انشن، الار اتش انشن، الكيد، اللويس، الاي اند البي. طيب نشوف البانل ده معانا. طيب لو نلاحظ هنا كده شايفين ان في اكتر من جريدز عندي، في جريد 2 جريد 1 جريد 2 جريد 1 جريد 2 جريد 1. طيب يبقى كده انا مش قادر بالظبط. طيب نكمل الاول ونطبق عليه الكروسنج اوت او رولينج اوت، وبعدين السيركلز انشن ذات نوت يت ريموفد، و الباترن اوف فراكشن. لما جينا نطبق عليه الرول العاديه بتاعتنا جدا، طبعا احنا لما بنيجي نعمل كروسنج اوت ما بنشيلش الدوزج افكت، ما بنعملش كروسنج اوت من اي سيل شو الدوزج افكت. اتبقى عندي البيكسي الانتي بيكسي وعندي الانتي ضافي. لما نيجي نشوف هنلاقي الانتي بيكسي انطبقت عليها رول اوف 3 جدا، عندي اكتر حتى يعني 4 سيل نيجاتيف و 4 سيل بوزيتيف، او اكتر من اكتر من 4 سيل نيجاتيف عندي وكلير وما فيهاش بوزيتش اي حاجه. انما الضافي هنا الضافي هنا مشكلتها ان اغلب السيل اللي عندي اللي مدياني بوزيتيف ضافي هنا دوزج افكت، فبالتالي مش قادر ايه اقول عليها ان هي تنطبق عليها ينطبق عليها الرول اوف 3 100%، رغم انه الضافي والسي عندي احتمالات كبيره، الا ان انا ما اقدرش اجزم بوجود ضافي ايه انتي ضافي ايه في هذا الميديا او هذا البلازما اللي عندي. طيب الضافي ايه نستفيد، ممكن نستفيد ايه من الحاجات اللي قلناها؟ نستفيد بالانزيم. لو انا عملت تريتمنت للبانل كله على بعضه بالانزيم، يبقى المفروض ان الضافي ايه من ضمن الحاجات اللي بتاثر بالانزيم. اذا الحاجات اللي كانت بتديني ضافي ايه فقط من غير وجود البيكسي، زي مثلا لو نشوف هنا نلاحظ ان السيل نمبر 10 مثلا، هنا السيل نمبر 10 اداني بوزيتيف رغم ان السي هي نيجاتيف، وبالتالي يبقى في شيء تاني غير السي اكيد. وهنا كمان لو نلاحظ السيل نمبر 8 ايضا مدياني بوزيتيف رغم انه السي برضه مدياني نيجاتيف. ده ما بيقللش من السي، البيكسي اللي في البيكسي موجود 100%، انما بيقول ان في حاجه تانية غير البيكسي وهي في الاغلب الضافي ايه، بس مشكله الضافي ايه ان هي في دوزج افكت. طيب لو عدنا البانل تاني وشفنا الرياكشن ده، لو مثلا سيل نمبر 8 والسيل نمبر 10 بعد الانزيم تريتمنت، المفروض انه السيل نمبر 8 والسيل نمبر 10 يدوني نيجاتيف، لانه كانت رياكشن ديو تو الضافي لوحدها. ماشي، زي ما انتم شايفين كده السيل نمبر 8 والسيل نمبر 10 البيكسي هنا نيجاتيف انما هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف. نشوف كده عفوا فعلا الضافي ايه هنا فعلا ده نيجاتيف وهنا ده نيجاتيف. معلش كمان السيل نمبر السيل نمبر 3 معلش هي اللي فيها الموضوع. السيل نمبر 3 كانت هنا عندي كانت بوزيتيف قبل ما نرجع لها تاني، معلش السيل نمبر 3 كانت عندي بوزيتيف وكانت مع البيك سي كانت نيجاتيف السيل نمبر 3 خلاص. وعندي هنا كمان السيل نمبر 8 سيل نمبر 3 وسيل نمبر 8 وسيل نمبر 10 كمان على فكره، كلهم ينطبق عليهم نفس الكلام. لما نيجي نشوف ان هما كانوا في الاول كانوا سيل نمبر 3 كانت بوزيتيف هنا وكانت نيجاتيف مع السي، وسيل نمبر 8 نفس الكلام، وسيل نمبر 10 نفس الكلام، كلهم كانوا بوزيتيف مع الضافي انما نيجاتيف مع السي. لما عالجنا بالضافي فعلا السيل نمبر 3 بقت نيجاتيف، السيل نمبر 8 بقت نيجاتيف، السيل نمبر 10 بقت نيجاتيف. ده يؤكد ان الثلاثه دولت كانوا سببهم الانتي ضافي ايه، وبالتالي اثبت لنا وجود الانتي ضافي ايه بالاضافه لوجود الانتي بيكسي. طيب ايه تاني عندي غير السيلكت سيل نيوتراليزيشن والانزيم تريتمنت؟ عندي السلفر دايد ايجنت
السلفر داير ايجنت ده بيعمل كليفج، بيكسر الدايسلفايد بوند بتاع الاي جي ام عندي، وبالتالي ممكن ان هو يطلع لي الاي جي ام الميديا عندي خالص بقى للاي جي جي، وبالتالي ممكن برضو نستخدمه في الدفرنشيشن. الامثله على السلفر داير ايجنت زي دي تي تي وتومر كابتو ايثانول. كومبينيشن اوف الزيت ذاب، الزيت ذاب كومبينيشن من الانزيم مع السلفر داير ايجنت. زي ايه الانزيم؟ زي الفايسن انزيم مع السلفر داير ايجنت زي اللي هو الدي تي تي. وهو كوميرشالي بيبقى اسمه وور، كوميرشالي الزيت ذاب ده اسمه وور. ايه فكره الزيت ذاب؟ فكره الزيت ذاب عموما انه بيستخدم في الادسوربشن. يعني ايه الادسوربشن؟ الادسوربشن ده بيعمل ايه؟ بيقوم الزيت ذاب ده بيقوم جاي معالج السيل. انا مثلا عايز استخدم سيلي، عايز استخدم سيلي، السيل دي انا عندي الميديا عندي فيها اكتر من فيها اكتر من شيء، انا ببقى عايز استخدم فكره المغناطيس والايرن بيتس، المغناطيس والايرن بيتس اللي هو المغناطيس والحبيبات، حبيبات الحديد. المغناطيس عندي يقوم جاذب اليه حبيبات الحديد، بس لو نفرض ان المغناطيس نفسه مليان بالفعل بالحبيبات الحديد تماما، مش هيقدر ان هو يجذب اليه اي ايرون بيدز اخرى عندي. وهو دي فكره الادسوربشن. الادسوربشن فكرته كده بالظبط، بس انا قبل ما اجيب السيل اللي هعمل بيها الادسوربشن، الادسوربشن اللي هو بالعربي اسمها الامتزاز، الامتزاز يعني الحاجه تقوم جايه على السيل من بره مش داخل السيل. طيب اعملها ازاي؟ اقوم جايب السيل الاول، السيل اللي انا عايز اعمل بيها الادسوربشن اللي هي بالنسبه لي مغناطيس، اعالجها الاول بماده، الماده تقوم عامله لي زي بتقوم عامله لي فري لكل الانتي بوديز اللي على السيل، وغالبا بيبقى مش هو بيبقى على السيل بيبقى غالبا اوتو انتي بودي. انا لما بستخدمها ببقى استخدمها غالبا عشان اعمل فري للاوتو انتي بودي اللي موجود على السيل. لما اعمل فري الاوتو انتي بودي اللي عندي بيبقى السيل جاهزه عندي ان انا اعمل بيها، خلاص مغناطيس عندي بقى جاهز وكامل قوته ان انا اعمل بيه ماجنتكس، اعمل بيه اي مغناطه ثانيه. وهنشوف دلوقتي بالظبط هتستخدم ازاي. انما عموما عشان اعمل اللي هي فكره ان انا اعمل فري للانتي بوديز اللي موجوده على السيلز او اشيل كل الايرون بيدز اللي موجوده على المغناطيس، دي بتبقى فكره الادسو التريتمنت بالزيت ذاب. التريتمنت بالزيت ذاب بالظبط بيعمل لي كده، هو ده فكرته، عشان كده بستخدمه في الادسوربشن. الزيت ذاب بيعمل لي ايه بالظبط؟ بقوم جاي السيل مفعلها مع الزيت ذاب او معالجها في الزيت ذاب، الزيت ذاب يقوم مرجعها لي بكامل الكباسيتي بتاعتها، بيقوم شايل من عليها اي شيء، وبالتالي السيل دي لما احطها في اي ميديا وانا عايز اعمل اجذب بيها شيء معين، بتقوم فعلا الشيء ده بيقدر ينجذب بقوه شديده الى هذه السيل. ده فكره الادسوربشن، ان انا الاول بعالج السيل بماده كومباينيشن من انزيم والدي تي تي اللي هي الوور اللي هي الاسم العلمي لها الزيت ذاب، وبعد كده بقوم رجعها للميديا تاني عندي. الزيت ذاب طبعا نتيجه ان هو في انزيم، بالتالي بيعمل دي ناتوريشن للام والان والاس والضافي انشن. الدي تي تي بيعمل دي ناتوريشن للكل، الكل انشن. بس ناخد بالنا عشان اللي بيعالجوا اللي لما تيجي تستخدم الزيت ذاب في الادسوربشن تكنيك لازم نبقى فاهمين جدا الدروباكس بتاعت استخدامه، وممتاز جدا بس الدروباكس بتاعت استخدامه ان لو في اي انتي بوديز من دولت ممكن يبقى في مشكله. عموما خلينا بس الاول في الماده اللي هي الزيت ذاب. الزيت ذاب تاني هي ماده بتستخدم لمعالجه السيل اللي هستخدمها واعمل بيها الادسوربشن. اوكي؟ طيب. طيب كده يبقى خلصنا الاوتو المالتيبل انتي بوديز اللي موجوده عندنا، وقلنا الوسائل المتاحه عندنا غير ان يكون عندي غير البانل التراديشنال بانل او البرايمري بانل، عندي سيلكت السيل، عندي النيوتراليزيشن، عندي البروتيوليتيك انزيمز، عندي الادسوربشن، الادسوربشن تكنيك ممكن استخدمه في الحاله دي. الاوتو انتي بوديز، انا عندي بالاوتو انتي بوديز عندي وور وعندي كولد اوتو انتي بوديز، او عندي احيانا بيتواجد الاثنين عندي فيهم.
طيب الاوتو انتي بوديز بعرفها ازاي؟ يعني ايه اللي بيخليني ابتدي اشك ان في اوتو انتي بوديز عندي؟ ان في الاغلب بتقوم البانل كله بيبقى بوزيتيف ومعايا كمان الاوتو كنترول هنا بيكون بوزيتيف. هنا في الحاله دي بيبقى شك بشكل كبير جدا ان في اوتو انتي بوديز موجوده. لما الاقي كل الانتي بوديز كل سكرين سيل بوزيتيف مع الاوتو كنترول بوزيتيف بتاكد بعمل دات تطلع كمان هي كمان بوزيتيف وكمان يؤكد لي كمان اكتر لو انه ما فيش اي ترانسفيوجن في خلال الثلاثه الاربع شهور اللي فاتوا ممكن جدا ده يؤكد لي وجود الاوتو انتي بوديز. طيب هو ايه مشكله الاوتو انتي بوديز؟ مشكلة الأوتو أنتي بوديز إن هي بتبقى عاملة لي زي كأنها سكرين، كأنها ستار وأنا مش شايف اللي تحت. الأوتو أنتي بوديز بالنسبة لي ليست ذو أهمية كبرى في ترانسفيوجن، يعني أنا هي الأوتو أنتي بوديز أجنست الأون سيل غالبا بتبقى أجنست الأون سيل، يعني الأوتو أنتي بوديز طالعة للمريض نفسه، السيل بتاعت المريض نفسه مش السيل بتاعت الدونر. وبالتالي أنا يهمني أكتر في الحالة الكبرى، يهمني أكتر إن أنا أشوف هل في antibodies against the donor donor cell ولا اللي هي الالو antibodies مش الاوتو antibodies. الاوتو antibody غالبا بتبقى عامله لي زي ماسك كده زي ستاره او زي قناع، بيبقى انا مش عارف اشوف اللي تحته. هي مشكلته ان انا مش عارف اشوف منه، مش مشكلته وجوده في حد ذاته. وجوده في حد ذاته انا انا عارف ان في اوتو انتيبودي، ومش علاجه ان انا انقله الدم. علاج الاوتو انتيبوديز لما يكون عامل هيموليسيس علاجه بيبقى اميونو سبريسنت، انما انا بالنسبه لي كنقل الدم اللي يفرق معايا هو الالو انتيبوديز مش الاوتو انتيبوديز. طيب عايز اشيل انا الاوتو انتيبوديز اللي موجوده عندي. لو لسه كنا بنقول فكره ان انا اشيل اوتو انتيبوديز يعني ايه؟ اشيلها بطريقه الادسوربشن ان انا اقوم جايب سيل تقوم عامله لي فكره المغناطيس، تقوم السيل دي عامله لي ادسوربشن للاوتو انتيبودي واقوم شايلها من الميديا خالص، تخلي لي اعرف اشوف الميديا اللي بقى اللي تحت دي اذا كان فيها الو انتيبودي او ما فيهاش الو انتيبودي. هو ده اللي يفرق معايا في الترانسفيوجن، هو ده اللي يفرق معايا. طيب في بعض الاحيان الاوتو انتيبودي بتبقى بوزيتيف بس البانل لسه بيكون نيجاتيف. في الاغلب ده بيكون بدايه الاوتو انتيبودي، في الاغلب بيكون ده بدايه اوتو انتيبودي هتظهر بعد كده، بس هي لسه ما بقتش على السيل، يعني السيل لسه في كباستي لها انها تقدر تاخدها عندها، وبالتالي لسه ما ظهرتش في البلازما او السيل. الكولد اوتو انتيبودي غالبا ده بيبقى رياكت ات روم تمبريتشر مع كل السيلز. لما اجي اعمل دات، لما اجي اعمل دات بالمونو سبيسيفيك لو انا عايز اعرف، وفي الاغلب انا كنقل الدم ببقى عايز اتخلص بس من الاوتو انتيبودي، ما بقاش عايز اعرف طبيعه الاوتو انتيبودي ايه، ولكن كطبيب معالج يفرق معاه طبيعه الاوتو انتيبودي ايه بالظبط. فعموما لو احنا عملنا الدات بالبولي سبيسيفيك هيبقى بوزيتيف، لما اجي اعمله بالمونو سبيسيفيك غالبا لو انه كولد هيديني مع الانتي سي 3 بس بوزيتيف. بيبقى الكولد اوتو انتيبودي زي في حاله الكولد اجلوتينين بيبقى غالبا بعد المايكوبلازما او انفكشوس مونيكليوزس ديزيز، بيبقى سببه الاوتو انتي اي او الاوتو انتي سمول اي. ده بيبقى اكتر اسباب الكولد اوتو انتيبودي. طيب ازاي ان انا اتجنب الكولد انتيبوديز؟ هو الكولد انتيبوديز اوتو انتيبوديز قد يكون موجود بيظهر جدا، وبالذات انه يكون انفيترو، بيظهر انفيترو اكتر ما يظهر انفيفو، وقد يكون يظهر انفيفو ايضا، ولكن في الاغلب بيبقى انفيترو، وفي الاغلب بيبقى ملوش اي سيجنيفيكانت عندي، يعني لا هو عامل لي كلينيكالي ساينس للهيموليتيك انيميا ولا اي شيء خالص، ولكنه موجود في الميديا عندي وبيخرب لي الشغل مش اكتر من ان هو بداخل في وسط الشغل بوظ لي الشغل كله. انما هو هل هو له سيجنيفيكانت؟ لا. لو له سيجنيفيكانت في الاغلب لا، الا لو انه بيديني التفاعل عند 37 درجه مئويه بعد ما بدات من اول خالص في 37 مكمل معايا في 37، او انه التايتر بتاعه فوق ال 1000، ده ممكن هنا في الكود، وده حالات نادره جدا جدا جدا، وفي اغلب
99% من كولد انتيبادي اللي بنشوفه وبيبقى مخلين الدنيا كلها بوزيتيف عندي بيبقى كلينيكالي انسيجنيفيكانت وانا عايز اتخلص منه. طب ازاي اتخلص منه؟ اول حاجه طيب انا وبستخدم لو انا شغال بنظام تيوب ميثود وبستخدم الانتي هيومن جلوبولين يبقى دايما لما اجي استخدم المونو سبيسيفيك الانتي هيومن جلوبولين اللي هو الاي جي جي، ما استخدمش الانتي سي 3 اللي هو او البولي سبيسيفيك، ما استخدمهمش خالص في إن عندي في مرحله الايات. والافضل طبعا منهم كلهم ان انا اعمل سكيبنج للاميديات سبين فيز، يعني ما امشيش اميديات سبين 37 وبعد كده الايات، لا ده انا اعمل سكيب خلاص زي ما احنا بنشوف في الشغل الجيل كارز جيل كل كروت جيل كار بتعمل سكيب للاميديات سبين ما بتقفش اصلا عند الاميديات سبين عشان تتجنب الانفيتر اكشن للكولد انتي بودي اللي هو ممكن يقوم يحصل اكشن وبعد كده مش قادر اشوف اي رياكشن ترو رياكشن يظهر عندي. برضو لو استخدم التيوب ميثود افضل حاجه لها ان انا ما استخدمش الليس او ما استخدمش اي انهانسمنت لما يكون عندي في كولد انتي بودي، لو انا سسبكت ان هو بيكون في كولد انتي بودي يبقى انا افضل حاجه عندي ما استخدمش اي انهانسر في الميديا عندي. ايه تاني عندي؟ ان انا بعمل بري وورمنج لو فعلا عندي بقى كولد انتي بودي، يبقى انا افضل حاجه عايز اتخلص منه ان انا بقى اقوم عامل ايه؟ بقوم عامل قبل ما احط اي بلازما على اي سيلز او حتى استخدم سلاين او استخدم اي شيء او حتى التيبس عندي او البلاستيك بايبت او اي شيء عندي، بقوم اديله درجه حراره 37 لفتره من الزمن، بحطهم كل الكلام ده عندي مثلا في الووتر باس او في الدراي انكيبيتور لمده 30 منت قبل ما اعمل اي ميكسنج قبل ما اعمل اي ديسبنسنج، لازم ادي لهم كلهم درجه حراره 37 عشان اشيل حركه الكولد خالص يكون موجود زياده. وعلى فكره لو انه موجود هيظهر، لو انه كلينيكال سيجنيفيكانت وبعد كل الشغل ده هيظهر لي في التحاليل وكده، يبقى لو انه موجود فعلا بعد الشغل ده يبقى فعلا ده كلينيكال سيجنيفيكانت ولازم يحترم. لو انه ما ظهرش بعد بري وورمنج يبقى هو فعلا كان مجرد انفيتر اكشن عندي كولد وخلاص وراح عندي. او ممكن استخدم الادسوربشن ان انا برضو بنفس فكره الادسوربشن ان انا اجيب حاجه او مشايل بيها الكولد لو ما يكون اوتو انتي كولد اوتو انتي بودي او مشايل بيها الكولد انتي بودي اوتو انتي بودي من الميديا عندي، يبقى لي الميديا عندي سليمه ممكن ان انا اختبر بقى الالو انتي بودي او اشوف موجود ولا مش موجود. او استخدم حاجه زي السلفر داير ايجنت زي الدي تي تي اللي هي بتكسر لي البونز في الاي جي ام عندي. طيب عفوا طيب عندي بعد كده الورم اوتو انتي بوديز. الورم اوتو انتي بوديز هي مور كومن زان الكولد اوتو انتي بوديز، برضه بتديني نفس المنظر ان كل السيلز بتبقى بوزيتيف عندي والاوتو كنترول بيبقى بوزيتيف عندي. لما اجي اعمل لها مونو سبيسيفيك ده غالبا اما تبقى اي جي جي الون او تبقى اي جي جي وان سي 3 دي ان سي 3 دي او دي او سي 3 بس الاثنين مع بعض، يا اما يكون اي جي جي لوحده او انتي سي 3 والاي جي جي مع بعض، واغلب الحالات على فكره هتبقى الاي جي جي والان سي 3 مع بعض الاثنين مع بعض، ده بيبقى في حالات الورم. بيبقى ليه الورم دايما او ليه الاوتو انتي بودي بيبقى جينست هاي فريكوينت انجن من زي مثلا منهم الاي انجن بيبقى جينست هاي فريكوينت انجن، وده عشان كده بيبقى بوزيتيف على مع كل السنس اللي بتدي. الورم دايما بيبقى فيه تشالنج اكتر لللاب عشان انه يعرف اولا سبيسيفيستي بتاعته تاني حاجه يعرف يشيل الورم اوتو انتي بودي ده ويتاكد من هل في ورم قال له انتي بودي ولا ما فيش، وده اللي يفرق معانا اكتر. طيب هشيله ازاي؟ هشيله بطريقه الادسوربشن اللي احنا قلنا عليها. الاول بجيب مثلا السيل اللي هستخدمها هشيل منها عايز السيل اللي هستخدمها اللي هشيل بيها الاوتو انتي بودي من عندي اتبقى لي قال له انتي بودي، اول اجيب السيل اعالجها بالزيت ذاب، ممكن استخدمها من غير معالجه برضو ممكن جدا، ولكن المعالجه بتدي نتائج ممتازه جدا. بعالجها بايه؟ مثلا زي زيت ذاب او الكلوروكين دايسلفيد زي زيت ذاب اللي قلنا عليه واللي هو اسمه ورم، الاسم التجاري اللي اسمه ورم ده بيقوم شايل لي الاوتو انتي بودي اللي موجود
على السيلز اللي موجود بالفعل عشان استخدم بقى السيل دي تاني ارجعها الميديا تاني عندي تقوم عامله لي شفطه عندي الاوتو انتيبودي زي فكره المغناطيس والايرون ميديز. برجع المغناطيس تاني، جيب المغناطيس اللي هو السيلز واقوم منظفها كويس جدا من كل الايرون ميديز، كل الايرون ميديز اللي على السيرفس بتاعها بنضفها السيل بقى بالمقابل السيل عندي اللي هو بنضفها بالزلزال، واقوم مرجع السيل تاني في الميديا تقوم ممتصه لي كل تقوم زي الامتصاص يعني امتزاز لكل الاوتو انتي بودي عندي، يطلعها من ميديا يخلي لي ميديا عندي اعرف اتاكد في وجود قال له انتي بودي ولا. اللي بتبقى عندي على فكره بعد ما اشيل الاوتو انتي بودي، لما يتبقى عندي قال له انتي بودي عايز اشوف بقى هل في قال له انتي بودي في الميديا عندي ولا لا، بفعلها عادي خالص مع الانتي بودي سكرين بشوف هل هي بوزيتيف ولا نيجاتيف. لو نيجاتيف يبقى ما فيش قال له انتي بودي عندي، لو بوزيتيف يبقى في قال له انتي بودي ولازم اعمل له ايدنتيفيكيشن بنفس الطريقه، ولازم بعد كده ادي له انشن نيجاتيف نفس الطريقه العاديه خالص. بس مهم ان احنا قدرنا نوصل للاندرلاينج ميديا، احنا اللي يهمنا الاندرلاينج ميديا اللي فيها اذا كان فيها قال له انتي بودي او ما فيش. في نوعين من الادسربشن، يا اما الاوتو ادسربشن او القال له ادسربشن. الاوتو ادسربشن او القال له ادسربشن، الاوتو اللي لو انه موجود لو انه حصل له الاوتو، يعني انا بستخدم البيشنت سيل نفسها، البيشنت سيل نفسها في ان هي مش هو الاوتو انتي بودي طالع اجنست السيل نفسها بتاعت البيشنت، خلاص انا بستخدم السيل دي عشان اشيل بيها كل الاوتو انتي بودي، بس هي اصلا عليها الاوتو انتي بودي اللي عليها بالفعل خلاص هي ساتوريتد، فاقوم واخد الاوتو سيل دي بتاعت البيشنت، السيل بتاعت البيشنت واقوم عالجها الاول اشيل من عليها كل الاوتو انتي بودي، اقوم ارجعها تاني عشان تقوم ماسكالي في انتي بودي تاني، واقوم الاوتو انتي بودي قصدي ماسكالي في الاوتو انتي بودي تاني اقوم شايلها، يتبقى لي عندي الميديا عندي اشوف اذا كان في له انتي بودي ولا. الطريقه دي تنفع امتى؟ لو ان ما فيش ترانسفيوجن في خلال 3 ل 4 شهور. طب لو في ترانسفيوجن في خلال 3 ل 4 شهور هنا بقت مشكله، ما ينفعش استخدم في الاوتو ادسوربشن، بستخدم فيه هنا الالو ادسوربشن اللي عندي برضو بستخدمه، بس بيبقى عندي 3 ديفرنت سيلز بستخدمها زي ما هنشوف دلوقتي. ده الاوتو ادسوربشن عندي زي ما انتم شايفين هنا، الاول اول حاجه ادي السامبل انا قمت شايل منها البلازما خالص، ادي قال السيل، السيل قمت معالج السيل باي كيميكالز عندي بحيث ان انا اشيل من عليها كل المشاكل اللي عليها، واقوم مرجع السيل تاني مرجع السيل تاني للبلازما بتاعتها، تقوم السيل دي قوم واخده من هنا واخده من البلازما كل الاوتو انتي بودي اللي موجود، اتبقى لي عندي الميديا عندي ادي البلازما اهي اختبرها اذا كان موجود قال له انتي بودي او ما فيش. في الـ في الـ في الـ في قال له ادسوربشن عندي لا، هنا بقوم جايب 3 ديفرنت سيلز، غالبا بيبقى السكريننج سيلز اللي عندي، ادي السكرين 3 ديفرنت سيلز بقوم حاطط فيها البلازما، يبقى عندي 3 اليكود 3 تيست تيوبس، وحاطط في كل واحده ادي مثلا سكرين سيل 1 وسكرين سيل 2 وسكرين سيل 3، وحط عليهم بلازما بتاعت البيشنت 3، وبعد ما يحصل ادسوربشن اخد كل بلازما منهم واختبرها البانل لوحدها، اختبرها لوحدها عشان اشوف ايه اللي ممكن يكون موجود. هي لها طريقه ان شاء الله هنتكلم عنها في الانتربريتيشن بقى بتاع البانل مع الالو ادسوربشن، لكن عشان نشوف كل واحده منها ايه اللي فيها، ايه الانتي بودي اللي ممكن يكون موجود عند هذا الشخص او ممكن ما يبقاش فيه الالو انتي بودي. ده بالنسبه للادسوربشن. بعد كده عندنا الايليوشن. الايليوشن فكرته طيب انا خدت السيلز، سيل عملت ادسوربشن اهي، لو نفرض ادي السيل وخلاص عملت ادسوربشن، طيب احيانا ببقى انا عايز اعرف السبيسيفيتي بتاعت الانتي بودي ده. اوكي طيب هنا بقى بعمل له ايليوشن، بقوم بعد ما خدت بعد ما السيل خدت الانتي بودي عليها بقوم شايل منها الانتي بودي تاني في تيوب تاني لوحده، واقوم عامله اجنست للبانل سيل واشوف نوعه ايه، هل هو انتي اي، هل هو انتي كي، هل هو باي طريقه من الطرق اللي عندي. في الاغلب احنا كترانسفيوجن ما يفرقش معانا خالص ان انا مش محتاج ان انا اعمل اليوشن واعرف بالظبط هو انتي اي ولا انتي كي ولا انتي حاجه، احيانا بيفرق عندي الاليوشن اذا كان مثلا في حالات زي الهيموليتيك ديزيز وفيتال نيبور، في حالات ترانسفيوجن اكشن، في حالات الاوتو اميون ديزيز. ان شاء الله في محاضره كامله
بالتفصيل عن الداد بوستف كيسز ازاي نتعامل معها ان شاء الله لاحقا. عندي من انواع الاليوشا، عندي انواع كتيره جدا من الاليوشا مختلفه جدا والبرنسيب بتاعها مختلف. عندي الاسيد اليوشا، في منه الاسيد اليوشا، في اورجانيك سولفنت اليوشا، في الهيت اليوشا، وده الهيت اليوشا منه جنتل هيت اليوشا او هيت اليوشا بدرجه حراره اعلى، وفي الثو فريز او فري ثو اليوشا، ده بالنسبه للكولد اوتو انتيبودي. عموما انواع الاليوشن كتير جدا، اللي عايز يراجعهم موجودين بالتفصيل في الاي بي بي ميثودز، في الكتاب الميثودز موجودين بالتفصيل فيه. قبل ما نختم ان شاء الله نراجع بس كده مع بعض فيما يخص المحاضرتين البارت 1 وبارت 2. الانتربريتيشن بانل قلنا اول حاجه بنعمل رولينج اوت، وما نحاولش نعمل رولينج اوت او كروس اوت للشو السيلز اللي شو هيتيروزايجوس او الدوزج. Circle engines that not crossed out. Look for the engine pattern, matching pattern. ونشوف matching pattern 3 cell positive, 3 cell negative. أو modification لي ال matching pattern rule of 3. نشوف اللون ال auto control. ما ننساش دائما لما نيجي نعمل panel نعمل معها auto control. لو auto control negative يبقى في الأغلب اللي موجود allo antibody. لو auto control positive يبقى في الأغلب اللي موجود auto antibody أو ممكن delayed hemolytic transfusion reaction. اللاندشتاينر رول بيقول ايه؟ ال individuals don't make allo antibody against the antigen زي هاي. ده مهم جدا جدا جدا، ودي القاعده اللي بتعتمد عليها فكره الفينوتايبنج، الهدف من الفينوتايبنج بتاع البيشنت. اوكي، ما ننساش برضو ان احنا في الاصل ما بنعملش تيوب ميثود. اللي عنده جيل كارد في الاصل ما بيعملش تيوب ميثود، او حتى لما بيعمل تيوب ميثود دايما بيحاول يعمل سكيبنج للميديك سبين و 37 ديجري فيزز. امتى ابتدي، امتى احاول اعملها لما، او امتى اضطر ان انا اعملها؟ لو ان انا عايز اعرف طبيعه الانتيبادي اللي عنده ومستوى الحراره او الثيرمال امبليتيود اللي عندي بتوصل درجه كام، احنا بستخدم فيه تيوب ميثود. او ان انا ببقى عايز اتخلص خالص بقى، عندي انتيبادي وعارف ان هو كلينيكال انسيجنيفيكانت وعايز اتخلص منه خالص، فبلجأ لطريقه البري وورنينج تكنيك اللي هي تبقى صعبه جدا ان انا اعملها مع الجيل. عندي الحاجات الاخرى اللي ممكن استخدمها لما يكون عندي مالتيبل انتيبوديز غير البانل، النيوتراليزيشن، الكيميكال تريتمنت او الادسوربشن. نتاكد ان مشكله الاوتو انتيبودي بالنسبه لنا احنا، مش بالنسبه للبيشنت، مش بالنسبه للفيزيشن، مش بالنسبه للطبيب المعالج، لا بالنسبه لنا احنا، ان هو بيبقى عامل لنا ماسكينج مع الالو انتيبادي اللي هو بالنسبه لنا هو الاهم في نقل الدم. وبالتالي كل هدفي ان انا اشيل اوتو انتيبادي اكتر من ان انا اعرف حتى نوع، اكتر من ان انا اعرف نوع حتى الانتيبادي الموجود، الاوتو انتيبادي اللي موجود عنده. يبقى انا هدف اعرف في الو انتيبادي تحت في الاندرلاينج ميديا ولا ما فيش، ولو في طبعا لازم بعمل له ايدنتيفيكيشن. وفي الاخر خالص عملت له ايدنتيفيكيشن مثلا طلع انتي كي، يبقى لازم انتي بي كي مثلا، يبقى لازم ياخد يونت من نفس البلاد جروب تكون كي نيجاتيف، تكون كي انشن نيجاتيف. الادسوربشن الاوتو ادسوربشن لو ما فيش ريسنت ترانسفيوجن، الا ادسوربشن لو في ريسنت ترانسفيوجن. نفتكر مع بعض ان الانتي بودي ايدنتيفيكيشن ده ليس ساينس في حد ذاته لوحده، ولكن ارت اند ساينس زي الكتاب المشهور للاي بي بي، وان هو فعلا بيج تشالنج لاي بلاد بانك او اي لاب، لانه بيبين جدا مدى كفاءه بنك الدم او اللاب ترانسفيوجن لاب في اي مكان. اتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضره ان شاء الله. اتمنى ان احنا نطبق على حالات، كل الحالات اللي اتقابلنا ان شاء الله نحاول نطبق عليها رول، وشويه بشويه ان شاء الله تبقوا هيبقى بالنسبه لكم الانتيبودي ايدنتيفيكيشن بسيط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خير.